لما نتكلم على الخدمات الأساسية نتكلم على كل ما يتعلق بالرعاية الصحية، نتكلم على تعليم، نتكلم على التكوين، يشمل كل شيء. أكيد أنه راح يكون هناك حصيلة نشاط، وضعيات طفولة في كل ولاية من ولايات الوطن، الانتقال المين إلى غاية 2029، مخطط عمل لخمس سنوات إن شاء الله يتناول كل جوانب متعلقة بالطفولة. ربما قاعدة قدامكم فيش تكنيك فيها محاور كنا اخترناها، لكن تبقى هذه المحاور قابلة للتعديل والمراجعة بالنقاش لحين نفتحه مع بعض. يعني وضع محاور أساسية، برنامج عمل، تواريخ الاجتماعات، حتى نقدم إن شاء الله المشروع الأولي. هي هذا المخطط ينطلق من الواقع، لهذا لما تروحوا تشوفوا مشروع محتوى المخطط راح يكون حصيلة الإنجازات الوطنية. لدي ملاحظات فيما يخص الأهداف، لو حبنا تكون دقيقة أكثر لأنها أهداف يعني فيها الشمولية. يكون لقاء دوري كل شهر ويكون لقاء لهذه المرأة ووضع تقييم عام لهذا، فنظن أنه على قرية الطفولة المسعفة احنا بهذه المجرى تكون حقوق برعاية إيمو براو، جان براو.